الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي الخميس في مزاد العملة الأجنبية لتسجل 177 مليون دولار مقارنة بيوم الأربعاء، حيث بلغت المبيعات أكثر من 204 ملايين دولار. وسجل مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 13.24% لتصل إلى 177 مليون و 231 ألف دولار. غطاه البنك المركزي بصرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 162 مليون و 581 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 14 مليون و650 ألف دولار بشكل نقدي. أغلق مؤشر البورصة في العراق على انخفاض بنسبة 0.24%، وقال سوق العراق للأوراق المالية إن عدد الشركات المتداولة أسهمها بلغت 30 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق، مبيناً أن أسهم 6 شركات ارتفعت خلال الجلسة، وانخفض أسهم 10 شركات أخرى. وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 817 مليون و 562 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 879 مليون و 197 ألف دينار، مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة أغلق على 591 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 0.24% عن إغلاقه في الجلسة السابقة. ارتفعت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل بالتزامن مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية، وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا بنسبة 1.24% ليصل إلى 66 دولارا فاصلة 24 سنتا للبرميل، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 62 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 0.96%. واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب بعد ارتفاع 1% في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب على مخاوف بشأن تأثير زيادة الإصابات بكورونا بالهند واليابان والبرازيل. وصعد خام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 67 دولارا و49 سنتا للبرميل الواحد، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستوى 64 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 0.3% أيضا. وتمسكت مجموعة أوبك بلاس بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من شهر أيار إلى شهر تموز من العام الجاري. ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقاً للتعافي الاقتصادي. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية إلى 1784 دولاراً للأونصة، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1784.40 سنتاً للأونصة. وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل عملات رئيسة أخرى، ما يعزز الإقبال على الذهب بنسبة لحائزي العملات الأخرى. قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة في نطاق 0.25% للشهر الثالث عشر على التوالي. وقال المركزي الأمريكي إنه يلتزم باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب لتعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار، ويعني ذلك استمرار الاحتياطي الفيدرالي بضخ سيولة ضخمة في الأسواق عبر شراء مباشر لسندات الشركات إضافة إلى سندات الخزانة. ختام الموجز، إلى اللقاء.